سلطانة. جيت لشوف أخي وأحكي معه بشغلة. طلع يا سلطانة. وهلأ اسمحي لي. بدك توصل هالمكتوبين، واحد لرئيس الحرس والتاني لإيد السلطانة جوهرهان. رئيس الحرس كتير متغير، حاولت حاكي، جاوب باختصار وحتى ما تطلع بوشي. سلطانة سامحيني، بس انت اللي طلبتي بعد عنك. ادخل. سلطانة، مصطفى آغا بعت لكم هالمكتوب. سلطان، لازم نلتقي ضروري، الموضوع مهم، رح انتظرك اليوم المساء بقصر الرخام. مصطفى آغا موجود بغرفته؟ ايه تفضل. ادخل. مصطفى آغا، هذا المكتوب لحضرتك. اليوم المساء رح أكون ناطرتك بقصر الرخام يا رئيس الحرس. تفضل. سلطانة، انت شو اللي جابك لعندي؟ لسا حابة تعرفي رئيس الحرس مين بتكون حبيبته؟ يا سلطانة، هالحكي شو معناته؟ انت شو عرفك؟ بعرف المسا رح يلتقي فيها، فيكي تروحي وتشوفيها بعيونك. رئيس الحرس طلع معك حق، ما قلنا غير بعض قد ما كبرنا على الموضوع. كل الوقت وانا عم فكر بس كيف بدي اشوفك. البعد عنك مانو سهل بنوم، خلص خلي اللي بده يصير يصير، ما في شي صعب بهالحياة قد العيشة من دونك. سلطانة قلبي، بعد اللي سمعته منك هلأ
ما في شي بيهمني حتى الموت. أنا كتير متفائل يا سلطانة. وأنتي كمان تفائلي. ما بظن إنه مولانا رح يوقف طريقنا. إن شاء الله رح يقبل. وإذا رفض أنا بوعدك رح أعمل المستحيل لكون أنا وياكي مع بعض. مفكرة وشي ما بقى رح يضحك بنوب وما بقى أفرح. رئيس الحرس أنا عن جد بعشقه، عشقي إله كأنه سيل جارف. إيه بس سامحيني على جرأتي بالسؤال يا سلطانة، يعني ما رح تقولي شي للسلطانة عتيقة؟ بكير شوي، رح استنى لأنه قبل ما تقطع الأمل ما فيني غامر بشي وخبرها. أختي تعمل معي هيك؟ كيف؟ ليش؟ ما عم صدق. لا مستحيل. ليش تعمل هيك؟ شو وراك؟ ليش تعمل هيك؟ ليش؟ Thank you.
سلطانة؟ شوفي، السلطانة الأم طلبت إنك تجي لعندها فورا. ما بدي روح، اطلعي لبرا. سلطانة أنت لازم تجي معي، صاير حريق كبير بالعاصمة ويمكن يوصل على القصر. سلطانة، السلطانة الأم طالبتك وقال لازم تروحي لعندها بسرعة. خير شوفي، ليش والدتي بدها يروح لعندها بهيك وقت؟ سلطانة، مصيبة كبيرة. مولانا السلطان طلع يساعد الناس، والسلطانة الأم طلبت مني إني خبر كل أولادها مشان يكونوا جنبها. جوهران اجت كمان؟ ايه اكيد بتكون اجت. سلطانة، وشك كأنه مو على بعضه، انت منيحة؟ منيحة، شوي وبرتاح. عتيقة وينك لهلأ؟ شغلتي بالي. ليكني اجيت سلطانة. عم يقولوا المينا عم تحترق يا عتيقة، والوضع خطير. بوجود هالريح القوية رح تنتشر النار أكثر. الله يجيرنا ما يوصل الحريق لهون. لا تقلقوا، نحن أخذنا كل احتياطاتنا وهالحريق ما رح يوصل على القصر إن شاء الله. المهم لا تقطعوا الدعاء. سلطانة، من بعد إذنك اسمحي لي روح وساعد الحراس بتأمين حمايتكم. لا ما في روحة، بكفي أخوك السلطان طلع من القصر وما رد علي. معناتها اسمحي لي ساعد بتجهيز الاحتياطات اللازمة لحماية القصر. إذا هيك ماشي، بس من القصر لا تطلع. عتيقة؟ 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 خير يا بنتي؟ شبك؟ عتيقة؟ شبك؟ أختي؟ قبل ما يوصلنا خبر الحريق بشوي أنا شفت السلطانة، كانت حالتها كتير سيئة، حتى سألتها إذا في شي بس ضلت ماشية سرحانة وما جاوبتني. مدام، هذا الخاتم بيستخدموه وقت وحدة من السلطانات بدها تنتحر. يعني حاولت تنتحر؟ عتيقة، عتيقة، سممتي حالك؟ عتيقة ما عم تتنفس. عتيقة سلطانة ضروري تستفرغ. جيبي لي طبق وشوية مي بسرعة. ماشي. عتيقة قومي، عتيقة، عتيقة قومي، يلا قومي استفرغي، بدك تستفرغي. يلا 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 سلطانة، لازم تستفرغي. حاولي كمان. يلا حاولي سلطانة كمان. يلا عتيقة، وأخيرا صحيتي. خليكي لا تقومي. الحريق شو صار فيه؟ الحريق طفوه والكل بخير، لا تقلقي. ليش يا عتيقة؟ انت ليش هيك عملتي؟ ليش كان بدك تنتحري؟ منيح ما حدا عرف بالموضوع، بس انا شفت الخاتم. موجوعة يا فاريا وما بعرف شو بدي ساوي.
بدي موت وأخلص. شو صار يا عتيقة؟ ها؟ مين حرق لك قلبك لهالدرجة؟ رئيس الحرس ما؟ اجت استر لعندي قالت لي إذا لسه حابة تعرفي مين بتكون حبيبته روحي وشوفي بعينك. أول شي ما صدقتها، قلت أكيد عم تكذب، بس بلش الشك ياكل قلبي ورحت، ويا ريتني ما رحت يا فاريا. طلعت جوهران، طلعت أختي جوهران عشقانته لرئيس الحرس. معناتها عرفتي كيف يعني؟ أنتي بتعرفي إنه بتحبه؟ صدقيني أنا عرفت بالصدفة، وكل ما أقول لازم خبرك اتردد باللحظة الأخيرة. ما حبيت شوفك موجوعة أبدا. طول هالوقت هن الاثنين كانوا عم يكذبوا علي ويستغبوني يا فاريا، وأنا مثل الجدبة. لك يا ريت لو الأرض بتنشق وبتبلعني، ما عم صدق شلون أختي بتعمل فيني هيك شي. لو أنا وثقت فيها وفتحت لها قلبي، وهي شو عملت فيني؟ طولي بالك. معليش. رؤي، بعرف مو سهلة، بس هذا هو الواقع. خلص قيمي من راسك، نسيون، خلص يعملوا اللي بدهم يا، ما في شي بيستاهل انك مشانه تنتحري. اكيد لا، لا مو بهالسهولة. انا بدي دفعهم ثمن الالم والعذاب اللي عيشوني يا. رئيس الحرس، عتيقة عرفت بموضوعك، أخذت جوهر هان على قصر الرخام ومعصبة كتير. الله يخليك، روح هدي الوضع فورا. هي كيف وشلون عرفت بالموضوع؟ مو وقته هلا، روح يلا يلا. ليش جبتيني لهون عتيقة؟ لنشم هوا ونحكي براحتنا. عندك مانع؟ عتيقة، انت شو قصتك؟ مو على بعضك، ليش لحتى نحكي بهالمكان؟ شوفي وقت صار الحريق بالعاصمة بهديك الليلة، انتو كنتوا بهذا المكان، انت وحبيبك رئيس الحرس طلع هذا المكان اللي بتلتقوا فيه، وطلعت عشيقة رئيس الحرس السرية هي أختي. عتيقة، كيف بتعملي فيني هيك؟ شلون وأنتي عم تكذبي علي كان فيكي تطلعي بعيوني؟ ما قدرت، أنا عن جد حاولت أكوت هالمشاعر بس ما قدرت. أنا مثلك، ما قدرت ما أسمع صوت قلبي. لا، أنت مانك مثلي، أنا ما بضحك على أختي وبخطف منها حبيبة أبدا، ولا بكذب عليها وبكون عم خونها وبطعنها من ورا ظهرها. أنا ما عملت هيك يا جوهران، أنت اللي عملتي. أنت طعنتيني بظهري وسرقتي مني حياتي. هيك ما بتنحل الأمور. بعد ما تهدي بنحكي بالموضوع، بجوز وقتها تقدري تسمعي الكلام اللي عندي. لا، ما رح تروحي لمحل، ما فيك تاخدي حبي وأحلامي وتحملي حالك وتمشي بهالبساطة. أنا أمنتك على أسراري جوهران، لك أنا فتحت لك قلبي، أنا وثقت فيكي وحسيتك قريبة مني أكثر من أي حدا بالدنيا كلها. حكيت لك كل شي وما خبيت شي، وأنت شو عملتي بالمقابل؟ بس كذبتي علي، انت جرحتيني جرح كبير بحياته ما رح يشفى. عتيقة،
بترجاكي فهميني. والله أنا كنت ناوية خبرك يا أختي. أنصحك تقولي لي أختي أبدا، أنا ما عندي أخت مثلك. سلطانة، وهي شرف العاشق السري مصطفى آغا. فعلا أجيت بالوقت المناسب، في عشيقة من عشيقاتك بدأ مساعدة. اهدي يا سلطانة، أنا أكثر من مرة شرحت لك حقيقة مشاعري. أنا كل شي شفته وكل شي حسيته متأكدة منه يا رئيس الحرس. ما بنسى نظراتك اللي دخلوا قلبي وسحروني، أو كلامك الحلو، وبعد انسحبت من حياتي فجأة هيك بلا أي مقدمات. أنت استهزأت فيني، مفكرني مراهقة ولا شو؟ لو كان عندك ذرة كبرياء أو ذرة شجاعة كنت وقفت قدامي واعترفت بكل شي. رئيس الحرس كان بده يقلك، أنا اللي ما قبلت، أنا منعته. كنت عم دور على طريقة مناسبة لحتى خبرك. شو فايدة الحكي هلا بعد كل شي عملته؟ أنت أخذتي مني أملي وما سألتي عن مشاعري بعد ما اعتبرتك ملجئي ومخبأ أسراري. معقول ما فكرتي بالوجع اللي رح أعيشه ولا فكرتي بسعادتي أو مستقبلي؟ بس أنا الغلطانة، تأكدي إنه طول عمري ما رح سامحك. ما رح سامحكن أبدا، وما رح أسمح لكم تعيشوا بسعادة. سلطانة، عتيقة قولي لي شو صار؟ إياك تكوني عملتي شي. قديش طلعت غبية يا ماريا، كيف رح استوعب اللي عملوا معي؟ أنا كيف بدي كمل حياتي؟ منين رح أوصل؟ خلص خلص، أنا جنبك دايماً. مو سهل اللي صار، أنا مقدرة هالشي، بس رح يتغير كل شي. رح تنسي وبكرة بتشوفي. عتيقة مستحيل تسامحني. اللي شو بدي أعمل؟ ما عملتي شي غلط سلطانة، لا أنت ولا أنا قلنا أي ذنب، وبكل الأحوال كانت رح تعرف، ومو بس هي. ورح يحترموا مشاعرنا لأنها كتير سادة. لهلأ مو قادرة أستوعب شو رح نقدر نعمل بعد اللي صار. أنا رح أعمل اللي كان لازم ينعمل من زمان. حروح وأحكي مع مولانا، وأكيد قراره رح يكون عادل.